أعزائي الأطفال، سنقرأ اليوم صوت ح. صوت ح مع الحركات القصيرة ح ح ح. صوت ح مع الحركات الطويلة ح ح ح. صوت ح مع التنوين حن حن حن. صوت ح مع السكون ح. سنستخرج من الجملة الآتية صوت ح: تحلب حليمة حليبا ويحتسي حسام كأس حليب. تحلب صوت ح في وسط الكلمة ح. حليمة صوت ح في أول الكلمة ح. حليبا صوت ح في أول الكلمة ح. يحتسي صوت ح في وسط الكلمة ح. حسام صوت ح في أول الكلمة ح. حليب صوت ح في أول الكلمة ح.